بص يا حلوه، طبعا عارفه كل البنات بقت نفسيتها وحشه وبتقرف وصوت كده من جوه وبينفسنوا وبيغلوا وبيطلعوا قرفهم وحقدهم عليكي من غير مبرر، فانا هقول لك على شويه حاجات تقدري تتعاملي بيها مع البنات اللي بينفسنوا عليكي علشان تخلصي من القرف. بس انا هقول لك على شويه حاجات كده تفاصيل صغننه خالص في شخصيتنا احنا نعملها علشان بس ما ندهمش ثغره يدخلوا بيها. اول حاجه شيل الاكستنشن. فعلا الاكستنشن بيبقى شكله وحش جدا وباين جدا وبلدي جدا. شعرك قصير، الاكستنشن بيبقى محطوط بيبقى باين كده في حاجات عارفه عامله زي ديل المعزه كده وشكله وحش قوي، فشيليه ملوش لازمه. وشعرك وحش قصير مقص في اي حاجه، قصيه قصير طالع موضه جدا. سعاد حسني ايقونه الجمال في العالم كله شعرها قصير عادي جدا مفيش حاجه. شلت الاكستنشن، اقلع اللينسز. انا مش قادره افهم ازاي كل المصريات بقت عينيهم رمادي وزرقاء وخضره وعسلي. اصلا ما فيش عيون في الدنيا اتغنى لها غير العيون السوداء. عادي جدا ان عينيك تبقى سوداء تبقى عسلي ما فيش مشاكل، انما اللينسز بيبقى شكلها وحش قوي وبلدي قوي ورخيصه قوي. بقت كل البنات بقت عينيها رمادي، يا شيخه اقلعيها، ما انت بتقلعي كل حاجه، اشمعنى دي اللي مش عايزه تقلعيها؟ شلنا اللينسز وقلعنا الاكستنشن، نغسل سنوننا الصبح قبل ما ننزل. مش معقوله واحده جميله وزي القمر زيك تنزل مش غاسله اسنانها واسنانها تبقى صفرة وريحه بقها تبقى وحش. فول وطعميه وبتنجان ودقه وتوم وكشري. اوعي تنزلي من غير ما تغسلي اسنانك، نفسك يبقى منتعش كده وريحه بقك تبقى حلوه مش ريحه بقك تبقى مقرفه. مش شرط ابدا تحطي فول ميك اب وانت نازله شغل الصبح، يعني انت مش رايحه فرح بنت خالتك، حاجات خفيفه كده خفيف خفيف. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، لازم تتعلمي تاثري في اللي حواليكي بروحك، يعني ما تعتمديش على انك لابسه قصير ومفتوح فاللي حواليكي بيهزروا معاك وبيحكوا معاك. خدي كورسات تنميه بشريه، اعمل لهم سندوتشات حلاوه بالقشطه، وعلى راي الاستاذ محمد عبد الوهاب وعيش الروح ملوش اخر لكن عيش الجسد فين. بمناسبه بقى الجسد والروح، لازم تفرقي كويس جدا 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 وانت نازله الصبح بين الهدوم اللي بتلبسيها وانت رايحه الشغل وبين الهدوم اللي بتلبسها انا اسفه الرقاصه وهي رايحه الكباريه. الموضوع لا ليه علاقه بحريه ولا ليه علاقه بتربيه ولا ليه علاقه باي حاجه. قفشت في دماغك حريه، طلبت معاكي تيجي الشغل قلعه، ما تبينيش للناس حاجه عينيهم تتاذي لما يشوفوها. يعني لو عندك ستريتش مارك في حته، تكتلات في حته، اي منظر مش حلو ما تبينيهوش. الناس ذنبها ايه؟ طب انت خلاص قفشت معاكي حريه وعايزه تقلعي. الناس اللي بتتفرج يعني ترهلاتك انت حره فيها، اقعدي اتفرجي عليها في المرايه زي ما انت عايزه، انما الناس اللي مستنيه تتفرج ليه يشوفوا المناظر دي ويتقرفوا؟ حرام تعملي كده في الناس. قررتي تقلعي، ما يبقاش القرف بزياده بقى. في نظافه كده شخصيه المفروض تتم. انا اسف مش هقدر اقول يعني، بس تطمني شيكي قبل ما تنزلي، شيكي ان كل حاجه نظيفه. ليه 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 بتعملي كده فينا؟ خلاص عملتي كل الحاجات دي، شلتي الاكستنشن، شلتي اللينسز، غسلتي اسنانك، لبستي هدومك، هاتي مرايه وبصي فيها كويس. بذمتك يا شيخ ده منظر واحده حد في الكون ينفسن عليها؟ ده لو المرايه بتتكلم كانت جابت الشبشب وضربتك بيه على بقك. سلام واشوفكم النفسانه الجايه.